وللأسف نرى أن هناك قصورا وتقصيرا وتفريطا في طلب العلم الشرعي، ولا سيما في هذا الزمن الذي يحتاج الناس فيه للعلم الشرعي، لا يحتاجونه لأنفسهم فحسب، بل إن المجتمع بحاجة إلى هذا العلم الشرعي. ولذا إذا فقد العلم الشرعي ترأس الجهال أو ترأس المستعلمون الذين يدعون العلم، والواقع أكبر شاهد على ما نقول. إذ لو شاء أي شخص أن يتحدث في العلم الشرعي تحدث فيه، لكن ليعلم الجميع أن العلم الشرعي هو امتداد للنبوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فكما أنه عز وجل يهلك ويحقر ويصغر من ادعى النبوة ممن مر وهم أعداد كثر، فإن من ادعى العلم وهو ليس أهلا له فإنه سرعان ما يزول أمره، وهذا مشاهد في الواقع. وكما يقال: لا يصح إلا الصحيح. والعلم الشرعي إنما يوزن صاحبه بما يقوله، مستندا في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على حسب ما فهمه السلف رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة. لأن من يأتي يقول: أنا عندي دليل من القرآن، أنا عندي دليل من السنة، المعتزلة يقولون عندنا أدلة، الأشاعرة يقولون عندنا أدلة، الجهمية يقولون عندنا أدلة، ولكن يقال: الاستدلال بالكتاب والسنة على حسب ما فهمه السلف رحمهم الله. ولا أدل من عبارة عمر بن عبد العزيز إذ قال: قف حيث وقف القوم.